السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبتي طلبة الصف الأول الإعداد لغات في قناتكم لتسليرن. معاكم مس خلود، عاملين إيه بريب وان؟ كبرنا خلاص، إحنا مع بعضنا من جريد فور، يا رب تكونوا لسه فاكريننا. إن شاء الله النهاردة ده درس خفيف كده وظريف لبداية لسن 1 من مادة الساينس. طبعا مش الدرس كله، بس جزء تعريفي عن الدرس وكمان عن المنهج بتاعنا. منهج خفيف ولذيذ وبإذن الله هتحبوه. دي حاجة بسيطة كده هناخدها مع بعضنا نفرفش بيها. يلا بينا بريب 1، ليتس جو. عندنا البطل الخارق بتاعنا السوبر هيرو، هنسميه كابتن اتوم. هنسميه ايه؟ كابتن اتوم. فيلا بينا في الفانتاستيك وورلد اوف اتوم، العالم الفانتاستيك لعالم الاتومز او الذرات. ليتس جو، يلا بينا. ذا فانتاستيك وورلد اوف اتومز، ليرن اباوت ذا اتوم ويز كابتن اتوم. هاف يو ايفر thought about the ingredients of your favorite things like candy or superheroes؟ جيت في مرة من المرات مسكت الكندي بتاعتك، سألت نفسك عليها، هي الكندي دي ايه ال ingredients بتاعتها؟ هي consist of what؟ هي بتتكون من ايه؟ او superheroes اللي انت بتحبهم زي بنتن مثلا، هما بيتكونوا من ايه؟ تعال انا اقولك بقى على السكرت ده. today you will discover the secret of these small particles. طبعا الجزيئات الصغيرة دي او البارتكلز او اللي كنا بنقول عليها في grade 6 المولكولز، اللي هي عبارة عن حاجات صغيرة او اصغر جزء في الماتر او المادة بتاعتي، سواء كانت كاندي او فود او اي حاجة solid او liquid such as water مثلا. طبعا بتتكون من small particles، اجزاء صغيره جدا. today اليوم هنعمل discover للسكرت ده ونكتشفه مع بعضنا، فيلا بينا بريب 1. هنقابل مع بعضنا التيم للاتوم، the atomic squad او الفريق بتاعنا بتاع الاتوم. قال لي انا عندي شويه شخصيات كده وكاركترز في الاتومز، من هو ما بقى الكاركترز دول اللي هنفضل لسن كامل نتكلم عنهم. هنتكلم عن حاجة اسمها البروتونز، نيوترونز، إلكترونز. بروتونز، نيوترونز، إلكترونز، ايه ده؟ دي حاجات صغنطوطة جدا 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 جوه البارتكلز او النيوكلس، المادة او الاتوم اللي احنا هنتكلم عليها. فيلا بينا نشوف كل واحد فيهم الكاركترستكس بتاعته او هو بيتميز من ايه. قال لي عندي بقى البروتونز ده يميس، هو البوزيتيف باور هاوس، هو الحد كده الفرفوش الحلو الجميل اللي بيدي عندي الطاقة الايجابية، بوزيتيف باور هاوس، اللي تشارج بتاعته او الشحنة بتاعته دايما بتكون بوزيتيف وبنرمز لها بالرمز بلس. طب هو قاعد فين؟ قال لي هو live in the nucleus، هو قاعد جوه النيوكلس او النواة او الحتة الصغنطوطة دي اللي اقل 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 حاجة من اقل متر. لو اخدت حتة متر او حتة كاندي، اقل حاجة اقدر اوصل لها under microscope هي اسمها ايه؟ النيوكلس. جوه النيوكلس بقى انا بلاقي البروتونز. ايه ده هو البروتونز ده؟ اللي هو عبارة عن البوزيتيف باور هاوسز اللي بيدي البوزيتيف تشارج. اوكي، قال لي فين ده؟ and are always in a good mood، هو دايما في good mood. another parts من بقى ان نيوكلس بتاعتي او من الاتوم بتاعتي هو مين؟ هو النيوترون. ايه بقى النيوترونز بقى ده؟ النيوترونز ده هو شبيه للبروتونز اللي احنا لسه كنا بنتكلم ايه عليه، بس ماله بقى؟ هو بيقول لي النيوترونز دول هم عبارة عن نيوتريال نينجا،
نينجا كده لا هم بوزيتيف ولا نيجاتيف تشارج، لا هم نيوتريال يعني متعادلين. هو also lives in nucleus، هم موجودين برضو مع البوزيتيف تشارج اللي كان اسمهم البروتونز، بس هم بيتميزوا بحاجة تانية are more lazy، هم دايما كسانة. تمام. طب اخر structure عندي من الاتوم هو مين بقى؟ الالكترونز. والالكترونز ده زي ما انتوا شايفين هو عمال يعمل ايه؟ ريفولف، عمال يدور في اوربتس معينة. الالكترونز ذا انرجيتك تشارج، هو شحنة انرجيتك زي مثلا الكهرباء او الالكتريك تشارج، دايما بيتميز بالنيجاتيف تشارج. هو جو اراوند ذا نيوكليوس، هو دايما بيدور حوالين النيوكليوس ان ذير سبيد، دايما بيدور بسرعة هايلة جدا جدا في الاوربتنج دانس، هنسمي الحركة بتاعته اوربتنج دانس او في المدارات اللي بيرقص فيها زي ما انتم شايفين في الفيديو ده. الفيديو ده بقى ايه؟ في عندي الالكترونز دي عماله جو اراوند في الاوربتنج دانس بتاعتها. يبقى في الليسون بتاعنا النهارده احنا اكتشفنا ان انا الاتومز بتاعتي هي البيلدنج يونتس for every matter، لأي matters عندي سواء كانت solid or liquids or gas. كمان الأتومز دي جواها حاجة اسمها النيوكليوس، النيوكليوس دي جواها 3 structure، 3 تركيبات مهمة جدا اللي هي البروتونز positive charge أو positive powerhouse، النيوترونز ودي النيوتريال نينجا ال are lazy، واخيرا الالكترونز بقى اللي هم ريفولف اراوند ذا نيوكليوس. ده اول بارت عندنا من ليسون نمبر 1 ساينس بريب 1 المنهج الجديد 2025. لو عجبك الشرح وعجبك الفيديو اعمل لنا لايك وشير واكتب لنا في الكومنتات نعمل البارت نمبر 2 قبل ما ينزل طبعا ملخص المعاصر. كلنا عارفين بنبدا شرح باذن الله من جديد تاني، احنا بس بنعمل حاجة تعريفية للدرس، وأول ما بينزل كتاب المعاصر بنبدأ شرح من أول وجديد، درس درس، listen listen، exercise exercise من المعاصر. استنونا، باي باي، مع السلامة everyone.